الشهيد المغدور عميد عسكري أكاديمي خاض جميع معارك تحرير العراق، القاعدة سابقا والدواعش لاحقا بصفته ضابط استخبارات الفرقة التاسعة، وكان معروف عنه بنزاهة اليد والتواضع، وكان بطل لامع يتقدم جنوده في التحرير وفي كل المواقع. نعم، وكذلك حرر كثير من الأيزيديات والبريئات وبشهادة الإعلام، وحسب مقاطع الفيديو المرسلة لكم نعم على الهواء، وبعد تحرير مدينة الموصل من زمر الإرهاب تم إيكال له مهمة استخبارات عمليات الموصل، وأثناء وجوده كمدير جديد لاستخبارات الموصل اكتشف كوارث فساد كبرى، وهذا الحديث عن المرحوم نفسه يتحدث لنا بشكل شخصي، وحذرناه كثيرا، قلنا له ربما هذه العصابات وعصابات الفساد تنال منك وأنت قدمت أخوك الشهيد البطل المقدم أصرار على محاربة الفاسدين. وحسب التقرير الذي ورد في قناة الحر عراق، وأعطى رمزية في الكلام على وجود فساد كثير موجود سوف يقوم، وجد كثير من المعتقلين بدون أوامر إلقاء قبض، وجد سيطرات تأخذ أدوات معينة فقام بتغييرات شاملة. هذه الأشياء لم تسر الفاسدين، نعم للأسف الشديد، واصطدم ابتداء مع كثير من الموجودين هناك، المنسق هناك يسمى اللواء الخيقاني اصطدم معه بخصوص هذا الموضوع، وكذلك بعد أن عجزوا عن إيقافه عما يروم العمل به للأسف الشديد ألحقت به تهمة كيدية واضحة جدا بتعامله مع الإرهاب، وهذا الشيء للأسف الشديد أسند وتعاطف مع هذا الموضوع السيد الفريق الركن سعد العلاق مدير جهاز الاستخبارات، والذي أرسل على المغدور وتم توبيخه بشكل شخصي في مكتبه لأنه توغل بمحاربة الفاسدين، وللأسف الشديد تم أحالته بتهمة الإرهاب.